بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وابعد عنا بعد السماوات عن الأرضين. نرجع للآية دي 254 من سورة البقرة، حيث يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. قال أنفقوا، ننفق، المال ماله والحكم حكمه والأمر أمره وينهما هذوما اللي يجيهم أمر من الله ويقول له سمعنا وأعطانا. أغلب اللي يدعون الإسلام يقولون سمعنا وعصينا، فهم أتباع من أذلاء لبني صهيون والكنائس في معظمها من الفاسقين، في معظمهم من الفاسقين لمن هم معتدون على التوحيد. هذا يقول عزير بن الله وهم اليهود الجيفة، والآخرون يقولون عيسى ثالث ثلاثة يقولون بالتثليث، والبعض منهم يقول لك جيزوس جيزوس الكرياتور والصوفير وكذا وكذا كذا كذا، يعني ما تفهم منهم شيء. وإذا كان مش تفتح باب ما لا يحلل لك من هم الكنائس عموما، تلقاهم أكبر ناس مغرورين، وأكبر ناس يحبوا المضار، وأكبر ناس جهال ويحبوا أن يضغطوا على الناس بعدة طرق باش يراو اللي مهما واحد في المستوى العالي لهم، في بناياتهم، في ملبوسهم، في أكلهم، في جماعاتهم، في 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 حتى صرارهم يحبوا كما تقول أنت يثروا فيك اللي هما أهل سر وأنت لست بأهل سر، أنت وأمثالك مفضوح بالليل والنهار. هذا بعض ما عرفنا عن هؤلاء اللي صالوا جالوا في البلاد وكذبوا على شعوبهم المتخلفة أنهم من أبطال قادرون على تحرير جيروزالم بيت المقدس من أيدي الكفار. نحن سوم دي فيدال alors que eux sont des fidèles، يعني شيء غريب أن تنطلي حيلك هذه وهي واضحة جلية تنطلي على الأكثرية. إيش معنى؟ معناها اللي تبوا الروس الخامجة بكيف قلب الأسد وغيره، تبوا لأنهم لا يعقلون شيئا، ما لا راوا كبر شأن قلب الأسد، ما لا دعاهم فاتبعوه إلى مطحنة وقع فيها أسيرا لموحد الإسلام وهو كردي ليس بعربي، صلاح الدين عليه رضوان والسلام علينا بالتمام والكمال، أهل التوحيد والإيمان والإحسان والإسلام.